السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم هذا البريوش اللي كيجي مورق او فطائر مورقين اللي دايرين ضجه على الانستغرام. غادي نحاول اني نشارك معكم هذه الوصفه بطريقه جد مبسطه، يعني نحاول اني نبسطها لكم باش كل شيء يقدر يديرها وكل شيء يزام عليها. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اذا كنت اول مره كتشاهدوا قناتي فهذه قناه حسناء الرميلي، اشتركوا فيها وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. ونبداو على بركة الله. هنايا في اناء كنوضع معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، غادي نزيد عليها كاس عنبة ديال الحليب اللي كيكون دافي. ممكن في عوض الحليب ديرو كاس ديال الماء الدافي وتزيدو معاه معلقة ديال الحليب بودرة او الحليب المجفف. كنزيد معاهم ثلث كاس ديال السكر اللي هي 50 غرام ديال السكر. بالنسبة للمقادير بالغرام كنكتبهم لكم هنا في الشاشة، وكذلك كنخليهم لكم مكتوبين في اسفل الفيديو. كنخلطو المكونات شوية حتى كتحل لينا الخميرة. عاد من بعد كنزيدو ثلث كاس ديال زيت المائده اللي هي 50 غرام ديال الزيت. غادي نزيد معاهم كذلك بيضه كامله. ممكن تستعملوا في هذه الوصفه غير بياض البيض، وتحتفظوا بالصفار ديال البيض باش ديروه، يعني باش تدهنوا به الوجه ديال البريوش. من بعد كنزيدو 4 معالق صغيره ديال الملحه، وكنخلطوا المكونات ديالنا مزيان. من بعد ما كينسجموا لي المكونات مع بعضياتهم، كنزيدو 350 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي بكأس العنبة، 3 ديال الكؤوس ونص ديال الدقيق. كتغربلو الدقيق قبل، عاد من بعد كتعبروه بكأس العنبة باش كيعطيكم 3 ديال الكؤوس عنبة ونص ديال الدقيق. كيما شفتو معايا كنزيد الدقيق وكنبدا ندلك في العجينة ديالي. هنا غادي نلقى بأن باقي خاصها شوية ديال الدقيق، غادي نزيد حتى بمعلقة كبيرة ديال الدقيق. هاد العجينة كتبغي تدلك مزيان حتى كترجع ملسة. عاد من بعد غادي نخليوها تخمر. بالنسبه لهاد العجينه كتكون خفيفه ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين، يعني كتكون مجموعه ولكن ماشي قاسحه. يعني كما قلت لكم عجينه اللي كتكون خفيفه. هنا كنجمعها وغادي نحطوها في اناء، غادي نغطيوها ببلاستيكه وبمنديل ونخليوها تخمر. كنخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. في هاد الاثناء غادي نوجدوا الغناش اللي غادي نوجدوا معكم غير بالحليب فقط. غادي نحتاجوا كاس لاروب ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده. غادي نحطوهم على النار ونخليو الزبده ديالنا حتى تذوب مع الحليب. من بعد ما كتذوب الزبده والحليب كتجي فيه الغليه، كنطفيو عليهم النار وكنزيدو 200 غرام ديال الشوكولاته اللي كتكون شوكولاته نوعيه جيده. يعني ما كنستعملوش بديل الشوكولاته، كنستعملو شوكولاته حقيقيه باش كيجينا الغناش ديالنا زوين. كما قلت لكم من بعد ما كتجي الغليه في الحليب كنطفي عليه. صافي، وهنايا كنزيدو الشوكولات وكنتسناو عليه شويه يذوب. عاد من بعد كنبداو نحركوه بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقى نحرك في الشوكولات حتى كيذوب تماما. من بعد ما كتذوب الشوكولات كنوضعوا الغناش ديالنا في اناء وكنغطيوه بلاستيكه اللي كتكون ملامسه الوجه ديالو، وكنخليوه جانبا. هنا يعني الا دخلتوا الغناش ديالكم للثلاجه كيجمد. بالنسبه للغناش الا دخلت الثلاجه راه كيجمد. انا هنايا غادي نخليه غير جانبا، يعني فوق سطح العمل، وغادي ندوز باش نكمل باقي المراحل. كناخذ 200 غرام ديال الزبده. كان الزبده خاصها تكون صراحه بحاره ديال المطبخ، الا كانت في الثلاجه راه كتكون قاسحه. انا هنايا غنبدا نضربها باش الزبده تطلق ليا، لان كما قلت لكم كانت الزبده عندي في الثلاجه نسيت ما خرجتها من قبل. هادشي علاش كنضربها هكايا بالدلاك باش كتحل شويه. من بعد غادي نحطها في بلاستيكه وغادي نسرحها على شكل مستطيل. هنا من بعد ما سرحت الزبده غنخليها جانبا، وغادي ندوز باش ناخذ العجينه من بعد ما كتكون خمرت. بالنسبه لي العجينه خدت لي نصف ساعه وضعف الحجم ديالها، خمرت مزيان. اذا كان عندكم الجو بارد ممكن تاخذ لكم وقت اكثر. المهم خص العجينه تخمر بهذا الشكل هذا، يعني تخمر ويضعف الحجم ديالها. عاد باش غادي نهزها نخرج منها الهواء اللي كيكون فيها، وغادي نورقوها بالزبده. كما شفتوا معايا رشيت القليل من الدقيق فوق سطح العمل. عاد من بعد حطيت العجينه، غادي نسرح العجينه ديالي ونخرج القناه باش نعطيها الشكل اللي يكون مقاد، يعني كديروها تقريبا على شكل مستطيل.
كنبدا نسرح العجينه، وفي نفس الوقت كنبقى ناخذ العبار ديال الزبده، يعني كيخص العرض ديال العجينه يكون قدو قد الطول ديال الزبده. غادي نحط الزبده بهذا الشكل في الوسط، كنحاول ان الاطراف ديال الزبده اللي كيكونوا في الجناب يجوا قدهم قد العجينه. من بعد ما كنحط الزبده في الوسط ديال العجينه، هنا كنجمع عليها العجينه بهذه الطريقه، يعني كنجمعها وكنحاول انا نضغط باش كنثبت العجينه فوق الزبده بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غير تبعوا معايا المراحل، راه طريقه اللي ساهله بزاف. كنرشوا العجينه ديالنا بشويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش لينا مع سطح العمل، ومن بعد كنبداو نسرحوها وكنعطيوها شكل اللي كيكون طولي. في الاول كنبدا نضغط غير شويه بشويه، عاد من بعد كنبدا نسرح العجينه بهذه الطريقه. بالنسبه للزبده الا سرحتوها ما ترجعوهاش للثلاجه، خليوها فوق سطح العمل باش كتاخد لكم الحراره ديال المطبخ وكتكون في نفس درجه الحراره ديال العجينه. عكس الا دخلتوها للثلاجه وبردات، يعني درتوها في وسط العجينه وبديتو كتسرحوها كتبدا تهرس لكم الزبده. يعني من الافضل ان الزبده من بعد ما تسرحوها خليوها فوق سطح المطبخ بما كتكون العجينه خمرات، وعاد كتبداو تورقوا بها. كما شفتوا معايا راه كنسرح العجينه ديالي بكل سهوله. من بعد كنطويها على 4. انا الكاميرا ما شدتش ديك الجنب كامل، ولكن راه الطريقه واضحه. طويت الطرف الاول وعاود طويت الطرف الثاني وعاد كنطويهم على 4. انا هنا غادي نحل باش نعاود لكم الطريقه. كما قلت لكم كنطويو الطرف الاول للوسط وكنطويو الطرف الثاني للوسط، عاد من بعد كنطويهم على 2 بهذا الشكل هذا. غادي ندور العجينه بهذا الشكل، يعني كما شفتوا معايا كانت العجينه بالعرض، رجعتها بالطول وكنبدا نسرح مره اخرى. ضروري انكم تحيدوا الفائض ديال الدقيق باش كتلصق لكم العجينه مزيان، يعني باش كيتبتوا لكم الاطراف مع بعضياتهم. هنا غندير نفس الطريقه اللي درت في الاول، طويت الاطراف للوسط، عاد من بعد غادي نعاود نطويهم على 4. هنايا كندوز الدلك غير باش كنثبت العجينه، كنحيدوا الفائض ديال الدقيق، الا كبان لكم الدقيق كتحيدوه كتمسحوه مزيان، عاد من بعد كطويو العجينه ديالكم على 4. يعني نفس الطريقه اللي درنا في الاول هي اللي درنا في هذه في المرحله الثانيه. صافي، هادو هما الطويات اللي عندنا، وها هي العجينه ديالنا واجده. انا هنايا في هذه المرحله كنسرح العجينه باش نشكلها. الا بانت لكم العجينه بانها عاصيه، يعني كتسرحوها وكترجع تجمع لكم، فمن الافضل انكم تخليوها ترتاح في الثلاجه او في المجمد مده ديال نصف ساعه، عاد من بعد كترجعوا تسرحوها. وهذا الشيء غادي ندير انا دابا. غادي نجمع العجينه ديالي، غادي نحطها في صينيه غنغطيها بلاستيكه، وغادي نخليها في المجمد مده ديال نصف ساعه، عاد من بعد غادي نرجع باش نسرحها ونشكلها. بالنسبه لهاد العجينه فاش كتكون بارده كتكون سهله في الخدمه ديالها، يعني في التشكيل ديالها ما كتعذبكمش، وكيجيو هذوك الطويات اللي درتو فيها كيجيو باينين، يعني ماشي كتبقى تلصق لكم العجينه ملي كتكون سخونه، كتبقى تلصق كتكون رطبه، عكس الا كانت بارده كتجي في الخدمه ديالتها مزيانه. انا من بعد ما بردات كنخرجها من المجمد، كما قلت لكم خليتها تقريبا نصف ساعه، كنعاود نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وغادي نسرحها. دابا راه كتجي يعني ساهله العجينه، كتسرحوها كتبقى تابعكم، ماشي بحال الاول نتوما كتسرحوا وهي كتجمع. من بعد ما كنسرحها كنحيدوا هاد الاطراف اللي كيكونوا مرولين شويه، كنحيدوهم غادي نخليوهم جانبا، وغادي نقطع العجينه ديالي كالشرائط. كندير تقريبا حساب سنتيم واحد وكنقطع. بالنسبه للسمك ديال العجين ملي تكونوا كتسرحوها ما ترقوش بزاف، يعني خلو السمك ديال العجينه يكون غليظ باش كيبانوا لكم هذوك الطراق من بعد ما كطيب لكم كيطيب لكم البريوش. يعني فاش غادي ترقوه بزاف راه ما غاديش يبان لكم الطراق اللي درتو. خليو شويه السمك ديال العجينه غليظ باش كما قلت لكم يبان لكم الطراق ديال العجين. كما شفتوا معايا دورت الشريط بهذا الشكل الحلزوني. من بعد غادي ناخذ الاطار اللي غادي نطيب فيه. بالنسبه للاطار ديال هذا البريوش كيكون كبير شويه وكيكون عالي من الجناب. انا صراحه ما كانش عندي داك الاطار، قلبت عليه باقي ما لقيتوش، وخدمت بالاطار العادي اللي كنخدموا به اللي تاخذوا ليت.
هنا غادي ندوز باش نقطع العجينه كلها على شكل شرائط، ومن بعد غادي ندورهم على شكل حلزوني كما شفتوا معايا قبيله، وصافي غادي نحطهم في وسط الاطار. غنبقى معكم حتى نكمل يعني نكمل العمليه كلها. هنايا في هذه المرحله اللي مهم ان العجينه تكون بارده، لان العجينه ملي كتكون بارده راه كتكون شاده في راسها، عكس الا كانت يعني كانت سخونه راه كتكون كلها كتلصق، وبالنسبه لهذا الشكل ما غاديش يجيكم قاد كما دابا. هنا من بعد ما كنشكلهم كلهم يعني كنشكل الشرائط كلهم كنحطهم في وسط الاطار، هانتوما كنحطهم ديريكت في وسط الاطار، ما كندهنش طاوه ديالي لان العجينه فيها الزبده. من بعد خديت نصف العجين درت فيه شرائط اللي كبار، القياس ديالهم تقريبا 1 سنتيم، قطعتهم هكايا كما قلت لكم كبار باش نديرهم في هذا الاطار الثاني. تقدروا في عوض هذه الاطارات تخدموا في المول ديال لي كاب كيك، هيعطيكم نفس النتيجه. انا هنايا خدمت في هذا الاطار اللي كيكون هكا عالي من الشناب، ما كندهنش الاطار، وحتى اللي كنتو غنخدموه في المول ديال لي كاب كيك بلا ما تدهنوه لان العجينه فيها الزبده فما كتلصقش ليكم. غادي نغطي البريوش بما كيسخن ليا الفران، يعني انا في هذه المرحله كنشعل الفران كنخليه يسخن. بالنسبه للفران كنشعلو على 200 درجه وكنخليه يسخن. هنايا كناخد صفر ديال البيضه اللي كنزيد معاها الحليب او كتزيدوا معاها الماء، المهم انها تجي خفيفه بالطريقه اللي وريتكم. كندهنوها الطاوه الاولى اللي كتكون خمرات، لان خديت الوقت باش صوبت الطاوه الثانيه، لقيت هاد الطاوه الاولى خمرات كما قلت لكم غنبدا ندهنها بالبيض، وفي نفس الوقت كيكون الفران مشعل على 200 درجه كنخليو الفران ديالنا يسخن مزيان. من بعد ما كيسخن الفران غادي ندخلو الطاوه. قبل ما كندخل الطاوه كناخدو ورق الطهي او كتاخدو فراشه ديال السيليكون كتحطوها هكا فوق الوجه ديال البريوش، وغادي نتقل فوق منها بطاوه اخرى. كتحطو الطاوه على الوجه ديال البريوش وكتدخلوها للفران. الفران كما قلت لكم كنسخنو من قبل على 200 درجه، من بعد ما كندخل الطاوه كنقص الفران ل 180، كنخليو البريوش ديالنا يطيب. من بعد ما كيطيب البريوش هنايا كنحيدو الطاوه اللي كتكون من الفوق، وكنحيد كذلك هذيك الورقه ديال الطهي او الفراشه ديال السيليكون، وكنقص الفران ديالي ل 160 درجه وكنخليه يتحمر. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه. يعني المره الاولى كنشعلو الفران يسخن على 200 درجه، ملي كندخلو الطاوه كنقصوه ل 180، من بعد ما كيطيب كنحيدو هذيك الفراشه ديال السيليكون وكنخليوه يتحمر على 160 درجه حتى كيتحمر مزيان وكيذهب اللون ديالو بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا. هنا في هذه المرحله من بعد ما كيطيب ممكن ترشوه بالسكر بودره اللي هو السكر كلاصي، وتعاودوا ترجعوه للفران وكتخليوه على عافيه اللي كتكون مجهده، كياخد واحد اللون اللي كيكون ذهبي كيذوب عليه داك السكر وكيعطيه واحد اللون اللي كيكون ذهبي وكيكون زوين. انا هنايا ما درتش هذيك المرحله، يعني اكتفيت بهم بهذا اللون هذا اللي صراحه عجبني وجا زوين. دخلت الطاوله الثانيه للفران من بعد ما دهنتها بالبيض كما شفتوا معايا، وهذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لهاد الطاوله الثانيه يعني ما حطيتش عليها طاوله اخرى من الفوق. هنا انا تعمدت نطيبهم لكم بهذه الطريقه باش اللي ما عندهاش الاطار ممكن تطيبهم في المول ديال لي كاب كيك، وكيجي الشكل ديالهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. ممكن كذلك في هذاك المول ديال لي كاب كيك تغطيوهم بفراشه ديال بورق الطهي وتقلوهم بطاوه من الفوق باش يجيكم واخدين هذاك الشكل ديال المول ديال الكاب كيك. المهم نتوما غتخدموا بداك الشيء اللي عندكم بلا ما كنعقدوا الامور، كنتمشاو على حسب الحوايج اللي متوفرين عندنا. يعني كما قلت لكم كان عندكم الاطار تخدموا به، ما كانش عندكم ممكن ديروا اي مول عندكم ديال الكاب كيك، او ممكن تخدموا بالقوالب ديال السيليكون الا كانوا عندكم على شكل دائري. يعني كما قلت لكم بلا ما كنعقدوا الامور كنتمشاو على حسب الحاجه اللي كاين عندنا. انا كما شفتوا معايا كيتزول الاطار من البريوش بكل سهوله، لان كما قلت لكم العجينه فيها الزبده راه ما كتلصقش ليكم على الاطار، يعني كتبغي شويه ديال الخاطر باش انكم كتزولوا داك الاطار ولكن راه ما كتلصقش. انا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين اللي غادي ناخذوا فيها البريوش. غنديروا فيه فتحه من الجنب وغادي نعمروه بالكناش اللي وجدت معكم. هنا كما قلت لكم الكناش كنخليوه ما كندخلوش الثلاجه باش ما كيجمدش لينا، باش كيبقى لكم هكا شويه سائل وكيجيكم سائل في الحشوه. كنعمروا البريوش ديالنا بهذه الطريقه. هنا ممكن تكتفيوا بالكناش فقط في الحشوه. انا هنايا بما ان عندي البخاليني وجدته من قبل غادي نزيد كذلك واحد شويه البخاليني مع الكناش، عرفتي راه كيجي واحد المذاق اللي كيجي خطير جدا. من بعد ما كنديروا الحشوه هنا كنزينوا الوجه
هو ماشي الوجه، الفوق ديال هاد البريوش اللي كيجي كي على شكل دائري، كنزينو الفوق ديالو بهذه الطريقه. كنخليو شويه الكناش يبقى هابط، من بعد كنديروا رقائق اللوز او كنديروا اللوز مهرمش، المهم كديروا اللي بغيتو. ممكن ديروا الشوكولات كتحكوه وتزينوه كذلك من الفوق، يعني كاين بزاف ديال الطرق للتزيين. هنايا كتحطوا البريوش ديالكم بهذا الشكل، يعني هو كيتحط هكا، كيتحط واقف، ماشي كنحطوه ناعس، كنحطوه هكا واقف. صافي، غادي نستمر في الحشوة ديال البريوش، من بعد ما غادي نساليه وغادي نوريكم الشكل النهائي. هنا غادي ندير الحشوة للشكل الثاني، يعني حتى هو كندير فيه الكناش وكندير فيه شوية ديال البخاليني. كما قلت لكم بالنسبة للبخاليني ماشي ضروري، ممكن تكتفيو بالكناش فقط، ممكن كذلك ديرو نيوتيلا اللي كانت عندكم، او ديرو اي شوكولاتة اختيني اللي كانت متوفرة عندكم. من بعد ما كندير الحشوة في الشكل الثاني كنزينو من الوجه بالسكر بودرة. صافي، وكتقدموهم بالصحة والراحة. وصلنا لاخر الفيديو، هذا هو البريوش المورق اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، في التيك توك وكذلك في الانستغرام. جربته واخا ما كانش عندي يعني الموجود ديالو كامل، ما كانش عندي الاطار باش كيتخدمه، جربته في الاطارات العادية اللي كانوا عندي. بغيت نشارك معكم الوصفه، نتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديال لايك الفيديو، خليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.